أول ما تسمع تتر حلقاته ياخدك خيالك لمصحف مفتوح على سجادة صلاة في يوم من أيام رمضان، ودرس الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل أذان المغرب بشوية قليلين. حياة إمام الدعاء ما كانتش بس شريعة وسنة، وما قضاهاش كلها بين كتب الفقه وجوه قاعات الأزهر. الشيخ الجليل كان مغرم بالشعر والشعرة، وحفظ قصايد أحمد شوقي، واتحبس بسبب أبيات شعر هاجم فيها الحكومة والملك. إيه حكاية الشيخ الشعراوي مع الشعر؟ تعالوا بينا نحكي الحكاية على عهدة الراوي. الراوي النهاردة هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، واللي بيحكي تفاصيل حياته في كتاب مذكراته بعنوان مذكرات إمام الدعاء، واللي كتبه محمد زايد نقلاً عن روايات الشعراوي نفسها، واتنشر سنة 1989. مذكرات حكى فيها الشيخ الجليل قصة حبه للشعر اللي ارتبط بأغلب مراحل حياته. والده كان ليه دور كبير في حبه للشعر وارتباطه بأمير الشعراء أحمد شوقي، وبيحكي كان والدي بيشتري الجرايد كل يوم واللي كانت بتنشر قصايد أحمد شوقي، وكان بيغريني بأنه هيديني ريال عن كل قصيدة أحفظها، ووقتها كان الريال حاجة كبيرة قوي. وارتبط الشعر في حياة إمام الدعاء بمواقف سياسية كتير، ما هو تربى على مبادئ ثورة 19 وحب سعد باشا زغلول. ولما مات زعيم الأمة كتب الشيخ الشعراوي في إحياء الذكرى الأولى لرحيله قصيدة شعر ألقاها قدام أهل قريته، ونهالت على الشيخ الشعراوي عبارات الاستحسان، وقصيدة ورا التانية بدأ صيت الشيخ الشعراوي يعلى في كتابة الشعر. وفضلت أشعار أحمد شوقي اللي حفظها الشعراوي في طفولته جزء كبير من تكوينه، لكنه رغم حبه الشديد ليه زعل منه جدا لما كتب أمير الشعراء قصيدة بيقول فيها: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. وسأل نفسه إزاي شوقي يكتب شعر في الخمر بالصورة دي، وحاول إنه يقابله، وفعلا تم اللقاء الوحيد بينهم في كازينو عش البلبل اللي كان أمير الشعراء متعود يقعد فيه. وأول ما شافه عاتبه وقال له: إيه حكاية القصيدة دي؟ وكان رد شوقي عليه: هو مش أنت حافظ للقرآن الكريم وعارف الآية اللي بتوصف الشعراء بأنهم في كل وادي يهيمون ويقولون ما لا يفعلون؟ وبيحكي الإمام في المذكرات: رد شوقي أفحمني لدرجة أني حسيت ساعتها بالحرج الشديد، وبعدها بست شهور مات أمير الشعراء وتأثرت جدا، وكتبت قصيدة طويلة في رثائه. مسيرة الشيخ مع الشعر ما وقفتش لحد كده، لكن وهو في الأزهر خد نضال طويل مع الطلاب في قضايا سياسية دعمها بأشعاره، وبيحكي: من أغلى ذكرياتي هي ثورة الأزهر اللي شاركت فيها مع الطلاب نطالب بعزل شيخ الأزهر وقتها الشيخ الظواهري واللي فرضه الملك فؤاد. وفي واحدة من المظاهرات وهو بيتعرض للاعتقال كان في صحفي قريب منه نادى عليه وقال له: اكتب القصيدة دي ورايا، سر بي إلى السجن واذهب بي إلى الهوان، فإني لمصيري غير محزون، فما اعتقلت لجرم نال من شرف، ولكنني بالمعالي غير مفتون. واتنشرت القصيدة في جريدة الجهاد، وكانت من مستندات اتهامه بإهانة الذات الملكية، واتحكم عليه وقتها بالحبس 30 يوم. وبيقول الشعراوي في ختام مذكراته عن الشعر: كان الأدب بيحتاج مننا الفن والشعر، والأزهر محتاج الورع والتقوى، والحب في الاتنين كان علي أجمع بين الفن والوقار. والشعر في حد ذاته مش حرام، لكن المهم المجال اللي بنستخدمه فيه. زي السكينة، لو دبحنا بيها فرخة تبقى حلال، ولو دبحنا بيها بني آدم تبقى حرام. ودي كانت حكاية السياسة والشعر في حياة الشعراوي على عهدة إمام الدعاء.